في الرياضة يجري المنتخب الجزائري مساء الخميس حصة أو ثاني حصة تدريبية بملعب الثانوية الكلاسيكية بمدينة بواكي ليفوارية تحضيرا لدخول غمار كأس أمم إفريقيا ويشارك المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من موريتانيا، أنغولا، وبوركينا فاسو. المباراة الأولى لرفقاء القائد رياض محرز ستكون أمام منتخب أنغولا يوم الإثنين القادم.